بمناسبة عيد دخول السيد إلى الهيكل، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي والغروب الاحتفالية، حيث أقيم بهذه المناسبة المجيدة زياح لأيقونة دخول السيد إلى الهيكل، جرى نقلها بموكب مهيب من كنيسة دير القديس نكتاريوس إلى كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية بعمان. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وجمع من أبناء الرعية. Πάντως